مشاهدينا، مع قرب انتهاء السنة الميلادية الحالية بدأت الشركات تتسابق لإطلاق أحدث إصدار الهواتف النقالة وملحقاتها، وبالتزامن مع قانون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشركات الأمريكية بعدم التعامل مع الشركات الصينية، أصبح المستهلك يفقد في بعض الشركات الإمكانيات أو الخدمات أو غيرها يعني. فموضوع مشعب وصراحة داخل فيه أشياء مرة كثير. خلونا السياسة كمان. خلينا نتكلم عن هذا الموضوع بشكل مفصل. معنا المدون الرقمي والباحث في التقنية الأستاذ تركي المحمود. هلا وسهلا بك أستاذ تركي. أهلا وسهلا، يعطيك العافية. يعني بنسمع من فترة تحديدا من بداية جائحة كورونا وبدأت أصابع اتهام تروح على الصين خصوصا من دونالد ترامب، وبدأ دونالد ترامب يسوي مشاكل مع شركات الصينية، شركات الهواتف الصينية ومع التطبيقات ومع كل شيء. فالأزمة الحالية بين شركات الاتصالات الأمريكية والصينية إيش أثرها على المستخدم العادي؟ طيب، الأزمة ابتدت من 2012 في الحقيقة، بس ما كانت بالشكل هذا. كان في لجنة في الكونغرس أبدت مخاوفها من أنه سيطرة الشركات الصينية على قطاع الاتصالات وانتشارها في السوق الأمريكي قد يسبب أخذ معلومات بشكل غير قانوني من المستخدمين الأمريكان للحكومة الصينية. لكن لم يؤخذ الأمر بجدية يعني. في مايو 15 مايو 2019 وقع الرئيس ترامب قرار بعدم التعامل مع الشركات الصينية، 68 شركة تقريبا من شركات الاتصالات، وأكبرها وعلى رأسها شركة هواوي اللي كانت مكتسحة السوق. أعطوهم مهلة 3 أشهر إلى 19 أغسطس بحيث يعدلون بعض الأنظمة في شركة هواوي. هواوي تقول إحنا ما نتجسس على المستخدمين. طب هو صح إيش إثباتهم؟ تتجسس ولا لا؟ إيش إثباتهم؟ ما في شيء مثبت. أي؟ المثبت إنه في ثغرات في أجهزتهم، لكن لم يثبت إنه قاموا بالتجسس عن طريقها. في أغسطس تم وقف التعامل ما بين الشركات الأمريكية بعضها والشركات الصينية، وعلى رأسها كانت هواوي. فنشوف الأجهزة اللي موجودة الآن، الإصدارات الحديثة من هواوي يمنع عليها ولا نجد فيها خدمات جوجل، وهي خدمات مهمة يعني. تكلم عن اليوتيوب أهم شيء، ما نقدر نحمل تطبيق يوتيوب ولا حتى متجر جوجل بلاي ولا حتى الخرائط. وهذا مهم، أنا عندي الخرائط واتساب وابغى اسوي شيء لوكيشن ما اقدر اسويه على جوجل ماب. طبعا على كذا خلاص فاشل يعني. أيوه. الجهاز هواوي. أيوه. كجهاز هاردوير ممتاز. طبعا متفوق، هم صاروا ينافسون انفسهم. لكن في النهايه الاوبريتنج سيستم، نظام التشغيل اندرويد، وجوجل متسيد العالم. طيب. يعني هو الثغرات والفجوات هذه، المشاكل الأمنية اللي بتحصل، أنا أعتقد أنها موجودة في كل شبكة إنترنت، في كل جهاز لما تحصل. لكن خلينا نتكلم عن المخاوف الأمنية اللي ممكن تكون متوجسة منها خيفة أمريكا، فقالت لا خلاص مش عايزين أي شركة صينية. إيش هي؟ هذه طبعا حسب الادعاء الأمريكي، يعني قانون اللي وقع عليه الرئيس ترامب هو يستند إلى قانون فيدرالي. وفي قانون الطوارئ الفيدرالي يستطيع الرئيس الأمريكي تنظيم التجارة بشكل معين فيما يحقق الأمن في أمريكا، في الداخل الأمريكي. هم يتكلمون عن جمع بيانات مستخدمين لصالح شركة أو الشركات الصينية، قد تستفيد منها الحكومة الصينية. هذا مثبت؟ ما في شيء مثبت. لكن إحنا يهمنا كثير أنه المستخدمين العاديين اللي الآن بيتجهون للسوق وبيدفع آلاف. صح، أنت بتدفع آلاف تشتري جهاز هواوي، تشتري جهاز هنا، أعرف أنه ما في خدمات جوجل. أوكي، تدخل اليوتيوب بتشوف لك طريقة بتحملها، إلى الآن 3 طرق وكلها تفشل. في كل العالم ولا بس في أمريكا؟ في كل العالم. حتى عندنا هنا أي أحد بيأخذ جهاز هواوي يعرف أنه راح يستغني عن اليوتيوب إلا من خلال متصفح، باقي خدمات جوجل ما في. حيقول حاجيبها من مكان ثاني. هنا ندخل في مشكلة أخرى، اللي هي مشكلة الأمن المعلوماتي للجهاز، لأنه تحميل أي تطبيق من غير متجر رسمي معناته قد يكون مخترق، في ثغرة أمنية. في ثغرة أمنية بالضبط. طيب، يعني
هو الآن قلنا للمستخدمين مثلا أنه لا تروحون تشترون الآن جهاز صيني، فيه ثغرات معينة، فيه أشياء معينة لازم نتنقى الجهاز اللي حنا بنشتري. احنا لو نحكي عن الشركات الصينية اللي الآن تصدر هواتف، طب الآن كمستخدم أو يعني واحد حاب يشتري تليفون، إيش النصائح اللي ممكن أنا أعطيها له علشان يستفيد منها؟ طيب الآن في خبر بدون ذكر ماركات، رح نقول نصائح بس. طيب على كل حال بالنسبة للشركات الصينية إلى الآن هما شركتين اللي يعني مشهورات اللي تنزل أجهزتها بدون خدمات جوجل، لكن الشركات الأخرى يعني حتى الآن نجي في مسألة أنه أنا بدفع فلوس، أنا احتياجي وشو؟ صح، أحتاج الخدمات هذه؟ نعم. أوكي، إذا أروح الخيار ثاني، ما أحتاج الخدمات هذه، ممكن هذا يلبي الاحتياج عندي. وممكن تصلح للأطفال أستاذ تركي صح؟ الأطفال يطالعون اليوتيوب. يوتيوب كيدز. طيب. تيك توك كمان. طيب على حسب الأطفال. طيب أستاذ تركي، طيب يعني الآن هل في اتجاه من هذه الشركات الصينية إنها تصلح هذا المسار أو تشوف حل، لأنه أكيد الآن في خسائر حتكون فادحة، خصوصا إنه الشركة المنافسة بتنزل أجهزة جديدة الآن بأسعار متناول في متناول الجميع؟ صحيح. إيه؟ وهذه الشركات قامت بتسجيل براءات لأنظمة تشغيل جديدة. أنظمة تشغيل جديدة قامت بتسجيل براءاتها هذه الشركات، وبالتالي شغالين على خط آخر بأنظمة تشغيله وتطبيقات أخرى يعني. نعم. ففي المستقبل راح يكون في منافسة كبيرة، بس حاليا أكيد هم حيشوفوا حل، يعني ما راح يرضوا إنهم يخرجوا من السوق بهذه الخسائر الفادحة. صحيح يعني. أنا أتفق تماما يعني. جميل. طيب الآن أنا أحس الأجهزة هذه مرة تصلح للأطفال اللي تحت سن 9 سنوات، لأنه ما يحتاجوا لا يوتيوب ولا جوجل، يعني ما لش لا هو بس يوتيوب أتوقع. ولا هو بيقول ما فيها تطبيقات يوتيوب، ما فيها. أنت تحتاجين تطمنين على ولدك، هو يطمن عليك، يحتاج حاجة. هذه مرة أحس بتنظم أستاذ تركي الأطفال، خاصة لأنه 24 ساعة بالتليفون. صح. طيب معلش، إحنا بدينا في خطوة أولى، الآن قلنا الأجهزة هذه بدون خدمات جوجل، لكن ممكن بكرة حتى نظام الأندرويد نفسه ما ينزل على الأجهزة لا هذه. ينزل، ما إحنا نبغى نقنن. فمعناته راح ننتظر لحد ما الشركات هذه تقدم أنظمة تشغيل خاصة فيها تتوافق معنا. يعني إحنا نتكلم في المرحلة الحالية ما في منافسة، لكن في مستقبلا نأمل. بس يعني إحنا مش مراقبين ولا حاجة الحمد لله، يعني اطمن من دينا أستاذ تركي. ابتسامتك أن أهم شيء دائم قاعدة أنا أقولها، أي واحد يربط على الإنترنت انتهى موضوع، لا لازم يكون حذر. أي صح خلاص يعني صح. معلومات كلها. أنا أشكر تواجدك معنا، شكرا لتواجدك ويعطيك ألف عافية على كل هذه المعلومات. شكرا لكم. أهلا وسهلا، نورتنا. مشاهدينا لا تنسوا تتفاعلوا معنا عبر هاشتاج برنامج سيدتي. احنا مكملين معاكم بعد الفاصل.